السلام عليكم طلاب الصف الاول الاعدادي. هتكلم النهارده عن درس مصر تحت حكم البطالمه. هتكلم عن دوله البطالمه في مصر والمراحل اللي مرت بيها. هتكلم عن الحضاره في مصر اثناء حكم البطالمه. الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن الاسكندر الاكبر، وعرفنا ان الاسكندر الاكبر توفي عام 323 قبل الميلاد ولم يكن له وريث، ونتيجه لذلك قسمت امبراطورياته ما بين قواده، وكانت مصر كانت من نصيب بطليموس الاول، ده احد قواده. طيب، أسس بطليموس الأول دولة البطالمة في مصر، واتخذ مدينة الإسكندرية عاصمة لها، واستمر حكم البطالمة في مصر من 323 قبل الميلاد حتى 30 قبل الميلاد. يبقى حكم البطالمة استمر كم عام؟ 293 عام تقريبا. طب إيه المراحل اللي مرت بيها دولة البطالمة؟ دولة البطالمة مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى بتبدأ من عهد بطليموس الأول حتى نهاية بطليموس الثالث، ودي كانت مرحلة القوة والازدهار. يعني مرحلة القوة والازدهار هي المرحلة الأولى. القوة والازدهار بقى في جميع المجالات، السياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية بتبدأ من عهد بطليموس الرابع حتى نهاية كليوباترا السابعة، اللي هي آخر ملوك دولة البطالمة. طيب، المرحلة اللي هي الثانية كانت بتمر فيها مرحلة ضعف ثم انهيار. طب ايه سبب الضعف والانهيار واللي ادى الى سقوط دولة البطالمة؟ واحد، بسبب ضعف الملوك وتنازعهم. اتنين، زيادة ثورات المصريين ضد البطالمة. طب ليه المصريين عملوا ثورات ضد البطالمة؟ بسبب الظلم والاضطهاد البطالمة لهم. تلاتة، بسبب زيادة نفوذ روما. روما في الوقت ده كان قوية جدا، مع الضعف اللي مر بيه دولة البطالمة، فان روما استغلت هذا الضعف وازداد نفوذها وتدخلها في شؤون مصر الداخلية والاستيلاء عليها. يبقى دي الاسباب اللي ادت الى سقوط دولة البطالمة. يبقى احنا كده عرفنا المرحلتين اللي مرت بيهم دولة البطالمة. مرحلة الاولى مرحلة القوة والازدهار، ودي بتبدأ من عصر بطليموس الاول حتى وتنتهي بنهاية عهد بطليموس الثالث. اما المرحلة الثانية كانت مرحلة الضعف ثم الانهيار، بتبدأ من بطليموس الرابع وبتنتهي بمين؟ بكليوباترا السابعة، دي اخر ملوك دولة البطالمة. الحضارة في مصر أثناء حكم البطالمة. الحضارة البطالمة عرفت بإيه؟ عرفت بالحضارة الهيلينستية. طب يعني إيه الهيلينستية؟ الحضارة الهيلينستية يعني مزيج من الحضارتين، الحضارة المصرية والحضارة الإغريقية. كمان عندنا إن مدينة الإسكندرية دي من أهم مراكز انتشار هذه الحضارة في العالم القديم. طب إيه هي مظاهر حضارة البطالمة؟ هنتكلم عن الحياة السياسية، هنتكلم عن الحياة الاجتماعية، هنتكلم عن الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية والحياة الدينية والعمارة. طب أول حاجة الحياة السياسية. الحياة السياسية هتكلم عن نظام الحكم واتكلم عن نظم الإدارة. نظام الحكم، إن كان الحكم البطلمي في مصر كان قائم على أساس الحكم المطلق. يعني إيه؟ يعني إيه الحكم المطلق؟ يعني إن الملك اعتبر نفسه إن هو الملك البطلمي اعتبر نفسه اللي هو ملك فرعونا وإلها وصاحب مصر وسيد رعيته، وعلى رعاياه واجب الطاعة. وكمان ان البطالمة اعتمدوا على الاغريق، البطالمة اعتمدوا على الاغريق، وان الاغريق دول احنا عارفين ان هم سكان مين؟ سكان بلاد اليونان قديمة، اعتمدوا عليهم في تولي المناصب المهمة في البلاد. طيب ده كده بالنسبة لنظام ايه؟ نظام الحكم. يبقى النظام الحكم قائم على اساس الحكم الايه؟ المطلق، لان الملك البطلمي اعتبر نفسه اللي هو ملك فرعونا واله وصاحب مصر وسيد رعيته، وهو واجب الطاعة. كمان ان البطالمة اعتمدوا على الاغريق في تولي المناصب المهمة في البلاد. اما بالنسبة لنظم الادارة، لو هنيجي نتكلم عن نظم الادارة في البطالمة، ان حافظ البطالمة على التقسيم الاداري لمصر القديمة. واحنا عارفين طبعا ان التقسيم الاداري لمصر القديمة كان عبارة عن ايه؟ ان اتقسم الى 42 اقليم، وان كل اقليم كان مقسم لمجموعة من المراكز، وان كل مركز لمجموعة من الكرة. طب الكرة كانت بتسمى ايه؟ كانت بتسمى كوم. اما بالنسبة للغة اللي استخدموها البطالمة هي اللغة اليونانية، دي كلغة رسمية للبلاد. ده بالنسبة للحياة السياسية. لما نيجي نتكلم عن الحياة السياسية هنتكلم عن نظم الحكم وهنتكلم عن نظم الادارة. واهم حاجة ان نظم الحكم كانت على اساس الحكم المطلق. اما بالنسبة للحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية، رغم ان البطالمة كانوا بيظهروا امام الشعب المصري انه على مظهر الحكام الوطنيين، يعني الحكام المصريين، الا انهم هم حافظوا على ايه بقى؟ حافظوا على العادات والتقاليد الاغريقية، شجعوا هجرة الاغريق الى مصر،
وقاموا العديد من المدن اللي حملت أسماء إغريقية مثل مدينة نيكروتيس دي محافظة البحيرة حاليا، وأقاموا العديد من معاهد الجيمنيزيوم. الجيمنيزيوم دي عبارة عن زي المهرجانات، مهرجانات اللي هي الرياضية تربوية والمسارح لنشر الثقافة الإغريقية. يبقى أقاموا العديد من المعاهد الجيمنيزيوم والمسارح ليه بمتفسر لنشر الثقافة الإغريقية. ده بالنسبة للحياة الاجتماعية. يبقى ان البطولمة حرصوا ان هم يظهروا امام الشعب على في مظهر ايه؟ الحكام الوطنيين، بس حافظوا على ايه؟ حافظوا على عادات وتقاليد الإغريقية، وكمان شجعوا على هجرة الإغريق الى مصر، واقاموا العديد من المدن اللي حملت اسماء إغريقية زي مدينة نيكروتيس بمحافظة البحيرة حاليا، واقاموا العديد من معاهد جيمنيزيوم والمسارح لنشر الثقافة الإغريقية. يبقى كده اتكلمنا عن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. اما بالنسبة للحياة الاقتصادية، لما اتكلم عن حياة اقتصادية، اقتصاد يبقى زراعة صناعة تجارة. اهتم البطالمة الاوائل بزراعة والصناعة والتجارة في مصر، فكان بطلميوس الاول كان هدفه هدفه ان هو يقيم دولة قوية سياسيا واقتصاديا يتأثر فيها العالم المحيط بها. فعملوا ايه بقى البطالمة في الزراعة؟ واحد، اصلاح نظم الري. طب اصلاح نظم الري ايه الدليل على كده؟ شقوا الترع والقنوات. اتنين، اقاموا الجسور. ثلاثة، أدخلوا أدوات جديدة من الري زي السقية. يبقى إيه الدليل إن البطالمة قاموا بإصلاح نظم الري؟ شقوا الترع والقنوات، أقاموا الجسور، أدخلوا أدوات جديدة من الري زي السقية. اتنين، إدخال محاصيل جديدة زي إيه؟ زي الزيتون وزي التفاح وزي الرمان. ثلاثة، استيراد سلالات جديدة من الحيوانات. ده بالنسبة للزراعة. يبقى اصلاح نظم الري، ادخال محاصيل جديده، استيراد سلالات جديده من الحيوانات. اما بالنسبه للصناعه، ان الملك البطلمي اعتبر نفسه هو الصانع الاول، وان الدوله احتكرت بعض الصناعات. طب ايه الصناعات اللي احتكرتها الدوله؟ زي صناعه الزيوت، صناعه المنسوجات خاصه الكتان، بس هم سمحوا للافراد انتاج منسوجات صوفيه. 3-2، اصدارت صناعات اخرى زي صناعه الورق والزجاج والعطور والحلي. ده بالنسبة للصناعة. يبقى ان الملك البطلمي اعتبر نفسه اللي هو الصانع الاول، وان الدولة احتكرت بعض الصناعات زي صناعة الزيوت وصناعة المنسوجات خاصة الكتان، وان ظهرت بعض الصناعات زي صناعة الورق زجاج العطور الحلية. اما بالنسبة للتجارة، التجارة ان البطالمة حرصوا على فرض رقابة على اسواق الداخلية، فرض رسوم على التجارة الخارجية، استخدام العملات المعدنية اللي هي الذهبية والفضية في التجارة. اما بالنسبه للحياه الثقافيه، ان البطالمه حرصوا ان هم على تحقيق نهضه ثقافيه وتكون لصالحهم. طب الدليل على كده ايه؟ ان هم قاموا بانشاء منشات علميه وثقافيه. طب المنشات العلميه والثقافيه دي زي ايه؟ زي جامعه الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه. يبقى ان البطالمه حرصوا في مصر على تحقيق نهضه ثقافيه. اقاموا ايه الدليل على كده؟ اقاموا منشات علميه وثقافيه زي ايه؟ زي جامعه الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه. طب ايه هي جامعة الاسكندرية؟ جامعة، كلمة جامعة يعني دار للعلم بيدرس فيها جميع التخصصات المختلفة العلمية والادبية. طيب ان كانت جامعة الاسكندرية اكبر دار للعلم في العالم القديم. طب الدليل على كده ايه؟ واحد، ان ازدهرت العديد من العلوم، العلوم اللي ازدهرت زي الفلك، جغرافيا، طب، جراحة. اتنين، ان توصل علماءها لكثير من الحقائق والمبادئ العلمية زي دوران الارض حول الشمس وتقدير محيط الكرة الارضية. يبقى عرفنا كده ان جامعة الاسكندرية ازدهرت فيها العديد من العلوم زي الفلك والجغرافيا والطب والجراحة، وان توصل علماءها العديد من الحقائق والمبادئ العلمية. طب من اشهر علمائها؟ اكليدس، مينيتون، ارشميدس. اكليدس ده وضع اصول علم الهندسة. مينيتون ده المؤرخ المصري اللي قسم تاريخ مصر القديمة الى 30 اسرة. ارشميدس صاحب قانون الطفو. ده بالنسبة لجامعة الأسكندرية. يبقى نظهر فيها كثير من العلوم، العديد من العلوم، توصل علماءها إلى الحقائق والمبادئ العلمية. أشهر علماءها إكليدس، مينيتون، أرشميدس. أما بالنسبة لمكتبة الأسكندرية، دي أول مكتبة حكومية عامة عرفها العالم القديم. مين أسس مكتبة الأسكندرية؟ بطلميوس الأول. وإن اهتم بتزويدها بالكتب الأصلية بمختلف اللغات زي اليونانية والفينيقية والهندية في جميع أنواع العلوم والفنون والأدب والمعرفة.
يبقى مكتبة الإسكندرية دي أول مكتبة حكومية عامة عرفها عالم القديم، اللي أسسها بطلميوس الأول. وإن بطلميوس الأول اهتم بتزويدها بالكتب الأصلية اللي هي مختلف اللغات زي اللغة اليونانية الفينيقية والهندية. مكتبة الإسكندرية تعرضت لتدمير عام 48 قبل الميلاد. ده كده بالنسبة للحياة الثقافية، اتكلمنا عن جامعة الإسكندرية واتكلمنا عن مكتبة الإسكندرية. أما بالنسبة للحياة الدينية، إن أدرك البطالمة أهمية العقيدة الدينية في حياة المصريين القدماء، فعملوا إيه؟ اعترفوا بالديانة المصرية دينا رسميا للبلاد، أضافوا صفة تقديس لحكامهم، اهتموا بإنشاء العديد من المعابد مثل معبد الإله حورس في إدفو ومعبد الإلهة إزيس في جزيرة فيلة. طيب كمان ظهرت عبادات جديدة مثل عبادة سيرابيس، وقد أقاموا له معبد السيرابيوم دوت في مدينة الإسكندرية. طب إيه هي عبادة سيرابيس دي؟ دي مزيج من الديانتين، الديانة المصرية والديانة الإغريقية. يبقى لما أجي أتكلم كده عن الحياة الدينية، إزاي إن البطالمة أدركوا أهمية العقيدة الدينية، إن هم اعترفوا بالديانة المصرية كدينة رسمية للبلاد، وأضافوا صفة التقديس لحكامهم، واهتموا بإنشاء العديد من المعابد، وظهرت بعض عبادات جديدة في عهد البطالمة زي عبادة سيرابيس. أما بالنسبة للعمارة، العمارة عندي منارة الإسكندرية. منارة الإسكندرية دي كانت إحدى عجائب الدنيا السبع. وهي إحدى عجائب العالم القديم. طيب مين اللي بناها؟ بناها بطليموس الأول وانتهت في عهد بطليموس الثالث. طب هي عبارة عن إيه كلمة منارة؟ منارة دي عبارة عن بناء مرتفع بيتكون من طوابق بتستخدم في إرشاد السفن في البحر. طيب وارتفاعها 120 متر. يبقى أهمية منارة الإسكندرية بتستخدم في إرشاد السفن في البحر. وبكده كلمنا عن مظاهر الحضارة في دورة البطالمة، اتكلمنا على الحياة السياسية، واتكلمنا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتكلمنا كمان على الحياة الدينية، واتكلمنا عن العمارة.